السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا أخويا كمال. وشرك أخويا الزاهي، لاباس؟ مرحبا بك، لاباس؟ والله غير لاباس أخويا الزاهي، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. إليك الخط وإليك الإضافة ومرحبا بك. ربي يحفظك على الشيء اللي قدمه أخويا كمال مولاي تيبازا، ربي يسرك. أمين أمين، هذا غير الشيء قليل من اللي راهم يقدموه الرجال الأشاوس ورجال الشرفاء اللي راهم يجوا بألفين وألف كيلومتر، وراك شت ذيك الخطرة جماعتنا من بشار حمويا وجماعته كي جاوا ولبوا النداء وجاوا من بشار حتى العاصمة. هذو هما الرجال اللي تحتاجهم المنظمة الوطنية واللي دافعوا على حقوقهم حتى للنفس الاخير. ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك. و الشيء اللي قدموا ولادي بازا الله يحفظك خويا كمال. أمين. دائما في تدخلاتك، زائد دائما في لايفاتك برك. قلت لك طلعني معاك برك باش نقول لخواتنا برك، وباش نوجهوا نداء للسلطه، السلطه الوصيه، السلطه الوصيه، السلطه الجزائريه، باش ياخذوا بعين الاعتبار لهذه الفئه المهمشه اللي اعظمها هنا درنا حالات، ويعني ما بغيناش نصوروا بعض الحالات، وحالات كثيره ما كما صورها خويا الحبيب موليت معسكر بلديه سيق بالضبط خويا محمد، اللي مختل عقليا في استبقاء، وكان يظهر في العشرية السوداء. من المفروض فيديو كيما هذاك تا واحد مختل عقليا نورمالمو يوصل للتبون مباشرة، ما في حتى نقاش خويا مع خويا كمال. كاين عندنا عدة حالات خويا، والأمثلة والأمثلة كثيرة، والأمثلة كثيرة يعني في هذه الفئة، هذه فئة اللي دحرت إرهاب. لا معظمنا بسيكات، 50% بسيكات. يعني بغيت نسقسي الجزائر الجديدة، هذه الجزائر الجديدة اللي سماها رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة ووزير الدفاع سيد رئيس الجمهورية سي تبون، الجزائر الجديدة ما محلنا من الإعراب بعد ما سويتوا الفئة اللي كان ماشي مندرجة كاع بات سوا، اللي هي فئة الإرهاب. فئة الإرهاب السوات، وفئة اللي كانت مناظرة على الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، وكانت محافظة على مؤسسات الجمهورية، وبعد ما خرجت من سكنات تاعها يعني هاجرت مواليها وراحت أماكن باش تدرق ريسانها من الإرهاب الهمجي اللي كان ياكل اخضر ويابس خويا كمال. يعني ما محلنا من الاعراب اليوم في 2024، يعني مازال بال وقت باش يسووا هذه الفئه خويا الزائر. انا هنا كما يقول لك حسب الناطق الرسمي راه ما عطاونا مهله، قال لك صبرونا ايامات نرجعوا لكم الارساليات تاعكم. احنا تحت اعاز الناطق الرسمي وتحت المكتب الوطني، وحنا منضوين تحت لواء المنظمة، رانا نستناو في الأيام هذه القليلة القادمة بإذن الله. معليش خويا كمال، معليش، المنظمة الوطنية راه عليها ضغوطات، راه عليها ضغوطات من المستبقين، راه من المستبقين اللي يطرحوا أسئلة، راهم يطرحوا أسئلة، قال لك سبع سنوات ما درتوا والو. المستبقي اليوم راه حاير من امره، راه مشكك في الجزائر الجديده. ورا وعدنا رئيس الجمهوريه وكان له حوار مع الناطق الرسمي في الحمله الانتخابيه السابقه، وعد الفئه هذه بيسويها. انا على بالي خويا كمال، ولكن رانا في سنه 2024 يا خويا كمال، هل مازال ينتظروا بعد؟ مازال عندهم
ما يسووش الملف في الاستبقاء هذا، مازال ما يخرج من الدرج هذا الاستبقاء هذا، في الاستبقاء هذا الملف هذا الشائك. اليوم المنظمة الوطنية راه عندها ضغوطات من طرف المستبقي، من طرف المستبقي لي بزاف أسئلة تطرح المنظمة الوطنية، وأعضاء الأعضاء المكتب الوطني وأعضاء خالد الإعلام لي أسئلة تطرح. وين تا راح يسوي هذا المستبقي؟ إن شاء الله بإذن الله الرحمن الرحيم ياخذوا بعين الاعتبار هذه الأسئلة تاع هذا المستبقي الجمهورية اللي كان حامي مؤسسات الوطن لهلكة الناس في هذاك الوقت، كانت زرق رصانة يا خويا كمال. خويا ازاي احنا كقاعدة نضالية تحت راية المنظمة الوطنية تحت قيادة كمال بوزكزا، راه الوعاء تاع المنظمة هذه حوالي 100,000 شخص. احنا رانا كما يقول لك دايرين الثقة التامة في رئيس الجمهورية وفي الوعود تاعو، رانا نتقال في راهي عندنا المهلة هذه اللي رانا نستناو فيها بإذن الله، احنا نستبشروا خير، والمكتب الوطني مع الناطق الرسمي راه يتاخذ الإجراءات الله بإذن الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ما يطولوناش، إن شاء الله ما يطولوناش يا خويا كمال، لأنه للصبر حدود، للصبر حدود. ولكن هذا المناضلين ما راهم ساكنين الحاقهم اخويا كمال، والله ما راهم ساكنين الحاقهم. تنشر لا الحمد لله، ما احنا حقنا ما انا ساكتين عليه حتى وين، كما يقول لك ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله احنا رانا نستبشروا خير في هذا الرئيس وفي السلطات تاعنا، برسوكو هذه وزاره الدفاع الوطني احنا ذي الساعه ما زلنا تحت الراية تاعها، وحنا مازلنا مع وزارة الدفاع، بارسكو حنا هذه وزارة الدفاع رانا خدمنا معاها وخدموا معانا دي كابيتان ودي كوموندو، والحمد لله راهم دي جينيرو دركا، وخدموا معانا العشرية السوداء، وكنا حنا اللي نحموهم وحنا اللي ندافعوا عليهم، بارسكو حنا كنا في الصفوف الأولى. إن شاء الله كما يقول لك بإذن الله احنا عندنا ثقة تامة فيهم في هذه الايام ان شاء الله القليله القادمه، باش يردوا لنا على الارساليات تاعنا، ويكون الجواب ان شاء الله كما يقول لك اللي يرضي كاع المستبقين ان شاء الله، وباه يعيشوا عيشه كريمه بهذه رد الاعتبار هذا، وهو فتح باب الخبره الطبيه، وعندهم المنحه هذه تاعهم اللي قدمها لنا رئيس الجمهوريه من الخزينه العموميه، وكي احنا كما المعاد استدعائهم. هذا هو خويا الزاهي. ان شاء الله باذن الله نستبشروا خير، ان شاء الله نستبشروا خير في رئيس الجمهوريه، نستبشروا خير في كل القوانين لتصف هذه الفئه، هذه فئه المداحره للارهاب، للارهاب اليوم داروا مصالحه وطنيه، الارهاب استفاد منها، ومستبقي هذا اللي كان محارب وكان صنديد من صحة العبارة، كان صنديد في المؤسسة الوطنية الجمهورية، كان يحمي في مؤسسة الجمهورية، راه اليوم يحوس على حقه، الناس راهي في غبينة كحلة، هذا المجاهد هذا راه اليوم يتمرمد. إن شاء الله نكون التفاتة من هذا من هذا الناس اللي حاكمين الإدارة ويسهلوا في أمور المستبقي هذا. برك شوف اخويا الزاي، شوف حنا الحاجه اللي خلاتنا هكا، اللي خلاتنا هكا، وهو اننا ابناء شهداء، كي بصفتنا كابناء شهادة الوطن هذا وجدودنا اللي ضحوا على البلاد هذه، وحب الوطن اللي يمشي في عروقنا، اللي ما حبيناش على البلاد هذه ولبينا النداء ودفعنا للبلاد هذه، هذا الشيء هو اللي راه مخلينا اللي رانا قاعدين لهذه الساعه ما تسويناش، برسكو حنا ولاد الجزائر ونبغوا الجزائر. هذه اللي ناس ما بقاوش يفهموها، باللي هذه الشبيبه تاع السبعينات اللي خدمت حال الطوارئ والعشريه السوداء هي الفئه المجاهده من بعد 62، هي الفئه المجاهده وهي الحصن المانع للبلاد هذه وللوطن هذا. ربي يحفظك، ربي
ربي يحفظك يا كمال على المجهودات اللي دير فيها، وماذا بينا ماذا بينا خاوتنا في الخارجية الإعلامية يكون النداء نتاعهم مباشرة للسلطات، السلطات العليا في البلاد، أنهم يشوفوا بعين الرأفة لهذه المجاهدين اللي كانوا واقفين وحامين مؤسسات الوطن، وديروا في بالهم برك حاجة في أذهانهم نهار هذا الرجال هذو المخلصين، مخلصين للوطن أولا وقبل كل شيء، مخلصين للوطن لأنهم ضحاوا بأزمة يملكون وهو الشباب، لأنهم يأخذوا لهم عين الرأفة ويسووا لهم من وضعيتهم، لأنهم الناس أنا جبنا لهم بعض من العينات اللي في الفئة تاعنا، فئة استبقاء لدى المنظمة الوطنية، اللي هم مختلة أكثرهم مختلة عقليا، وراهم يحوسوا على عيشة كريمة وفقط، ما راهم لا باغين لا حاسي مسعود ولا راهم باغين يدو دزاير كومبليتمون، راهم باغين عيشة كريمة وفقط. يا خويا الزاهد، جاتني عينة أنا يا أرملة مسكينة، قالت لي يا ودي لا أسكو هذا الملف اللي راهم يدبعوا فيه، لا أسكو تاع تسوية ولا لا. قلت لها يا مخلوقة أنا واش نقول لك، قلت لها البيان الرسمي هذا تاع الترقية والتقاعد. قالت لي أنا راجلي ماشي خدام، قلت لها على بالي، قلت لها احنا نصنا بطالين. قلت لها يا ودي صبري، احنا وعدنا رئيس الجمهورية وإن شاء الله بإذن الله فيها خير. قالت لي والله يا خويا غير نعجن الكسرة ونعطي على وليدي بيحة، قالت لي باش نعيش ولادي، قالت لي راجلي ما خلى لي والو. انت هنا الدمعة تهبط لك باسكو تقول علاه هذا خويا مجاهد اللي دافع في العشرية السوداء، الزوجة تاعو وولاده راهم قاعدين ينهانوا. كما قال خويا حميد برقعة تحياتي ليه من ولاية البليدة، المستبقون المعاس يستدعوهم يتقاضون معاش عسكري على حساب ميزانية الدولة. هذا كان في 2009 في الميزانية تاع 2009، يعني كل مستبقي قبل ما يسووا الرابلي، المستبقون والمعاد استدعاهم، يعني في زوج يتقاضون معاش عسكري على عاتق ميزانية الدولة، سووا الرابلي وسمحوا فينا، ولكن احنا ايضا فئة ظاهرة للإرهاب وما رانا ساكتين على حقنا. والله اليوم الدين بإذن الله الرحمن الرحيم. احنا فئة تقدر تدخلنا في العشرية السوداء، حالة طوارئ، الحفظ على النظام كيما حبيت ديرنا، باسكو حنا فئة دحرت الإرهاب. وقالها السيد الشنقريحة، سعيد الشنقريحة، قال أنا حاربت الإرهاب بولاد الجزائر. ولاد الجزائر شكون هما؟ هما فئة الاستبقاء في 92 اللي استبقاوهم واللي كانوا في الصفوف الأولى، هذو هما ولاد الجزائر اللي حاربوا الإرهاب. بارك الله قالها فيك. قالها قالها بعظمة لسانه والحمد لله خويا الزاهي، الحمد لله صابوا الرجال ولاد الجزائر الأحرار وأحفاد الشهداء وأحفاد العربي بن مهيدي، صابوهم في المواقف وصابوهم حصن منيع للبلاد هذه، اللي حافظوا على دم الشهداء وحافظوا على البلاد هذه. ربي يبارك فيك. سينو كانوا إن شاء الله رايحين يجيبوا إن لهم شاء الله. القبعات الزرق ولا مانيش عارف واش، من يجيبوا لهم كاش جنس لهنا اللي يدخل باش يحارب ويبداو يخلصوا به بالعملة الصعبة. ربي يبارك فيك خويا كمال، ربي يبارك فيك، ربي يبارك، كلام صواب، كلام صواب. هذا هو المهم والأهم، الجزائر خلوها لنا الشهداء الأبرار أمانة، حنا صمنا الأمانة وما فرطناش فيها، ولو إن كنا ما نعرفوش صلاحنا في هذاك الوقت، ولكن عندنا دم يجري والدم هذا دم الشهداء الأبرار بقى يجري في عروقنا
ما استغنيناش على تلبية نداء الوطن، عشرية دموية، وقليل اللي كان يحصلها. وش معناتها عشرية دموية؟ وضيعنا عمرنا لسبيل هذا الوطن. اليوم والله ما رانا ساكتين على حقنا مهما يكون الثمن، لأنه الجزائر الجديدة هذه الجزائر الجديدة على كل الجزائريين، وليس الجزائر الجديدة على بعض ما فقط. الجزائر الجديدة على كل الجزائريين، على كل الجزائريين، وخاصة هذه الفئة المقهورة، هذه فئة الاستبقاء. أخويا كمال، وما نطولش مع أخويا، ربي يحفظك. الشيء اللي قدمه معليش خويا الزاهر، غير اعتبروها بالحاله كدير لك برك. كلاني قلبي برك شويه على الحاله اللي راهي تمر بها هذه الفئه، وعلى هذا التعطيل اللي تعطلوا الاداره ومش به ذلك. ربي يجيب الخير في الايامات القادمه ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم. نحن ننتصر، ننتصر ان شاء الله برك. ننتصر، ننتصر، وننتصر بماذا؟ ننتصر بالحقوق كاملة شاملة لكل الفئة، سواء أرامل، سواء أيتام، سواء محرومين، مغبنا مساكن. مادام ربي معطينا قوة باش ندافعوا القضية هذه، ما راناش متخلين عليها خويا كمال الى يوم الدين باذن الرحمن الرحيم، حتى يدينا اليقين، حتى يدي ربي امانته كما قال ظهير شريف. تحياتي لكل مخلصين، تحياتي للرجل، رجل الشرس الناطق الرسمي بوزكزا كمال حفظه الله ورعاه. تحية، اسمحوا لي برك. تحية لكل مخلصين للقضية، قضية أرامل، أيتام، ومغبنا وزواولة، مجاهدين تاع بصح بعد المجاهدين حرب التحرير. ربي ينصر الحق، وما رانا ساكتين على حقنا باذن الله الرحمن الرحيم حتى اليوم الدين خويا كمال. وربي يبارك فيك، وربي يحفظك، والله يعاونك، الله يعاونك المجهود اللي تقوم فيه برك.